السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم مختلف تماما عن الدروس السابقة اللي تكلمنا عليها، دروس الجرامر. No, today درسنا is a very important thing nowadays، مهم جدا في الأيام الجاية. And you are going to need this إن شاء الله بإذن الله in the future، بتحتاجوا إن شاء الله بإذن الله بالمستقبل. When you are going to apply for a job، ما تروحوا تقدموا على عمل. Okay، أول شيء بتسووا إنكم بتقدموا السي في. في درسنا اليوم بيتكلم عن writing CV، عن السيرة الذاتية. How we are going to write a CV. So أول شيء قبل ما نتكلم عن كتابة CV لازم نعرف what does it mean CV. Okay، بالعربي السيرة الذاتية، but what does it mean in English. So CV, a curriculum vitae, often shortened as a CV or a vita. So كلمة CV اللي مكونة من حرفين هي عبارة عن shortened، أي أنها اختصار لكلمتين اللي هي curriculum vita، الحرف الأول من curriculum C والحرف الآخر من كلمة vita اللي هو ال V، فصارت CV. What does it mean curriculum vita؟ curriculum vita it means السيرة الذاتية. So كلمة CV هي عبارة عن اختصار or shortened for words curriculum vita اللي هي هذه الكلمتين اللي هي السيرة الذاتية. is a written overview of a person's experience. هي عبارة نكتبها يكون إيش، ملخص or نظرة عامة. overview it means نظرة عامة. of a person's experience، لخبرات الشخص. and other qualifications for a job، ومؤهلات هذا الشخص. ليش نكتب مؤهلاته واكتب خبراته؟ ليش؟ for a job opportunity، للحصول or لفرصة للحصول على عمل. opportunity معناها فرصة، chance. okay. it is a detailed document highlighting the professional and academic history. هو عبارة عن مستند مفصل. detailed معناها مفصل. okay. يركز، highlighting معناها يركز على ال professional and academic history، عن التاريخ المهني والأكاديمي. so أول فقرة CV واختصار لكلمة curriculum vita، أي أنه السيرة الذاتية. الفكرة الثانية أو الأيديا الثانية أن CV يلخص أو يجيب نظرة عامة عن ال person experience، خبرات الشخص. والأذر qualification، مؤهلاته أيضا. it is as I said، أنه هو عبارة عن مستند في بالتفصيل يركز على ال professional and academic history اللي هو التاريخ الأكاديمي والمهني. including يتضمن information like work experience، إيش المعلومات اللي بتكون موجودة بالسي في؟ الwork experience خبراتك في العمل، achievements and awards إنجازاتك اللي حصلت عليها، scholarships المنح إذا أنت لقيت منحة، or grants earned or also المنح اللي اكتسبتها، coursework دراساتك إيش الأشياء اللي درستها، research projects مشاريعك أو البحوث اللي حصلت عليها، and publication of work. okay. أحيانا في بعض كتابات أو في بعض كتب مؤلفة هذه تعتبر من ال publication. you may be asked to submit a CV when applying a job. في حال إنك رحت قدمت لأي عمل، الشيء اللي بيطلبوه منك إنك submit a CV، إنك تقدم CV. بعد كده هم يطلبوا على CV. إذا CV تبعك كان مليء بالإكسبيرينس والشهايد والخبرات، في هذه الحالة يتواصلوا معك. فقبل ما يقابلوك face to face، قبل ما يعملوا معك انترفيو مقابلة، أول شيء لازم تقدمه إنك إيش، submit a CV. so هذا أهم شيء بالCV، إنه نحن نعرف معناه ولازم يتضمن على إيش. second part، the importance of the CV. إيش أهمية CV؟ ليش إحنا لازم نقدم CV للعمل في حال إن إحنا نتوظف في a company أو في أي مكان آخر؟ number one، a good CV is the first step towards a job interview. أول خطوة عشان يعملوا معك مقابلة للعمل، أوكي، قبل ما يتواصلوا معك أو يستدعوك إنهم يعملوا معك face to face interview، مقابلة شخصية، أول شيء لازم يكون معك CV قدمتهم. فمن أهمية CV إنه يعتبر أول خطوة أوكي تسويها عشان بعد كذا يتواصلوا معك ويعملوا معك انترفيو مقابلة. number two، the first chance you get to make a good impression.
عشان تعمل good impression. good impression معناها انطباع جيد، اوكي، للمكان العمل انت بتقدم فيه، سواء كان شركة، سواء كان مدرسة، سواء اي كأي كان. عشان تعمل good impression، انطباع جيد، لازم انك تقدم السي في. هم في حال انهم اول ما يبدأ يشوفوا السي في تبعك، يا يكونوا عليك good impression، انطباع جيد، او bad impression، انطباع سيء. اذا كان good impression، في هذه الحالة بيتواصل معك انك تجي يعمل معك المقابلة. اذا كان bad impression، انطباع سيء، فعلى طول يكنسلوك قبل ما يتواصلوا معك وقبل ما يعملوا معك interview. so هذا اهمية السي في. to create a better CV you need to follow steps by step career advice started well. so خلاص احنا الان عرفنا معناه السي في وعرفنا اهمية السي في. اوكي، الان انا ايش اسوي سي في؟ مش الكل يقدر انه يكتب سي في لنفسه، بعضهم يقدموا لشركة او لناس معينين بمبلغ معين يجهزوا لهم السي في، which is a very easy، سهل جدا انك تكتب السي في لنفسك. فعشان يكون easy for you in the future ان شاء الله باذن الله، عشان يكون سهل عليك انك تكتب سي في في المستقبل، بنتكلم الان ايش الخطوات اللازمة انني اكتب good سي في، سيرة ذاتية وتكون جيدة جدا. اوكي، اول خطوة معي عشان اكتب سي في، لازم السي في يحتوي على اول فقرة اللي هي personal information، المعلومات الشخصية. ماذا تتضمن المعلومات الشخصية؟ What I have to write in this part. في هذه الجزئية لازم يكون في معي أشياء محددة أذكره. يعني It's quite essential to include the full name. أول شيء مهم جدا إنك تكتبه في السي في تحت خانة المعلومات الشخصية personal information the full name، الاسم الكامل اللي موجود بالشهايد. Okay, full name، email address، الايميل تبعك، كونتاكت نمبر، رقم للتواصل سواء كان الموبايل او رقم المنزل او رقم اللي يقدروا يوصلوا لك فيه، and address also العنوان، عنوان السكن، الشارع، العنوان. في احيانا يكون البيوت مرقمه، so you can write your house numbers and like that. also وايضا ensure that you are mentioned on the top of the CV. لازم تكون الـ personal information في بداية السي في، مش تبدأ تكتب عن دراستك، عن الشهايد، عن الخبرة، بعدين تكتب المعلومات الشخصية. no، شرط أساسي إنه تكون الـ personal information في بداية السي في، at the top of the CV. مهما كان الديزاين تبع السي في، شكل السي في، لأنه في أشكال كثيرة للسي في، بس أول شيء لازم يكون الـ personal information. Okay, so this is the first thing. After I have finished about personal information, كملت البارت الأول إني كتبت المعلومات الشخصية. Number two, a statement about yourself. جملة تتكلم فيها عن نفسك. طبعا مش كل CVs يحتوي على هذا الجزئية. It's optional، خيارية، إما إنك تضيف هذا المقطع أو إنك لا تضيفه. It's okay. So what you are going to write about yourself، ايش الشيء اللي بتكتبه على نفسك. this gives you a scoop to tell about yourself and get the attention of the reader. هذه الجزئيه انا ليش بكتبها؟ اني اكتب جمله على نفسي just to get the attention، انني الفت انتباه القارئ اللي بيقرا حق السي في. اذا كتبت جمله على نفسي بعد ما كتبت المعلومات الشخصيه، وبدأت اكتب يعني جمل بسيطة أتكلم فيها على نفسي، أتكلم عن شخصيتي، عن مميزاتي، فبهذه الحالة أنا بلفت انتباه القارئ. Use this to show your achievements and share your career aspiration too. بتكلم here بعد ما تكلمت على نفسي، بتكلم عن إنجازاتي. okay. and share your career aspiration too. بشارك روح العمل ايضا في هذا المكان، في هذا البارت، في هذه الجزئيه. this trick is that you need to customize the statements to the job description or role. يعني انا بكتب الستيتمنت عن نفسي، بحاول اني احورها على حسب العمل اللي انا بقدمه. يعني مثلا لو انا بكتب عن عمل في مدرسه، for example،
اوكي، بحاول في هذه الجزئية اتكلم عن مميزاتي كعملي في هذه المدرسة، اوكي، ان انا عندي روح العمل عالية، ان انا صبورة، اعرف اتعامل مع الطالبات والطلاب، انني كايند، لطيفة وودودة، اوكي. فاحاول احاول انني اسيغ الجمل على نفسي على حسب الوظيفة اللي بقدم عليها. في هذه الحالة انا ضربت عصفورا في حجر، لفت انتباه القارئ بالنسبة لي، وأحس وخليتهم يحسوا إن أنا الشخص المناسب لهذه الوظيفة. Is it okay؟ طبعا مش كل السي فيز، again as I said، مش كل السيرات الذاتية نلاقي هذه الجزئية، بس في حال إنك لك القدرة إنك تجذب القارئ بأسلوبك، ف you can use this part، نقدر نضيف هذه الجزئية إلى السي في. Number three، work experience، خبراتك في العمل. While writing about the work history, include experience relevant to the job at hand. في انت في حال اول ما تبدا تكتب السي في لازم تكتب ايش خبراتك في العمل، ايش الاماكن اللي قد اشتغلتها، ايش الشركات، ايش الـ اي خبره اكتسبته للعمل، خذها كفرصه لك وانك تكتبها في السي في. اوكي، your CV must show you as the best candidate of the lot. انت مقدم للعمل، اوكي، كانديديت اللي مرشح للعمل، انت مقدم السي في وغيرك مقدم السي في وكثير ناس مقدمين السي في على للحصول على هذه الوظيفه. انت في الورك اكسبيرينس لازم تثبت نفسك ان انت افضل واحد مرشح للعمل من خلال خبراتك في العمل، ايش الاماكن اللي قد اشتغلتها، ايش الاماكن اللي كان اللي اشتغلتها يعني. اوكي، so if you have less or no experience، في حال ان انت عندك fresh، عندك متخرج من الجامعة ما فيش معك خبرات كثيرة، وتأمل ان انت تأخذ العمل اللي انت مرشح له، ايش بتسوي في هذه الحالة؟ think about skills that might help you in the role، حاول تفكر بالمهارات اللي انت معك to help you عشان تساعدك انك تأخذ هذا العمل. so في حال ان انت ما فيش معك experience، حاول انك تعبي هذه الخانة or هذه الجزئية اللي الـ work experience بالـ skills that you have. okay، في بعض وظائف لا تشترط الـ experience، مش ضروري يكون معك خبرات، في بعض أعمال لا يشترط إن أنت تكون معك experience. number four، education. طبعا education اللي هو التعليم، ما بتقدم على عمل في أي مكان كان إلا لو أنت معك شهايد. okay، so mention aerial education and educational institution with a year of attendance and also write about achievements or grades. so انت في حال انك بتقدم السي في تبعك بعد ما كتبت personal information، المعلومات الشخصية، حاول تكتب statement about yourself، وانتقلت للwork experience، كتبت خبراتك، الأماكن اللي قد اشتغلت ومعك خبرة فيها. معنى هذه الجزئية اللي مهمة جدا في أي سي في، التعليم. You have to mention aerial education. لازم تكون الخانة هذه اللي هي على التعليم أو الشهادة اللي حصلت عليها، سواء كانت دبلومة أو كانت institution، معاهد، أهم شيء شهادة حصلت عليها، لازم تكون مرتبة. مرتبة aerial education يعني يا إنك تبدأ من الأقدم إلى الأحدث، يعني سنة 2008 حصلت على شهادة فلان الفلانية، سنة 2009 حصلت على دبلومة، 2010، أنها مرتبة من الأقدم إلى الأحدث. أو في بعض السيفيز بتلاقي إنه لا، مرتبة من الأجدد إلى الأقدم. أهم شيء الفكرة الأساسية إنه تكون مرتبة، مش تبدأ سنة 2008 وترجع تنتقل لسنة 2007 وبعدين ترجع لسنة 2010، هذا a big mistake، غلط. لازم تكون مرتبة سواء من الأقدم إلى الأحدث أو من الأحدث إلى الأقدم. so this is about education. ولازم لما تذكر السنة، اوكي، والمكان اللي حصلت عليه من الشهاده. فور اكزامبل، انا درست في معهد يالي، فكتبت انه سنه 2008 حصلت على انجلش دبلومه ات يالي انستتيوشن، السنه وايش من الشهاده اللي حصلت عليها والمكان اللي حصلت على الشهاده منه. نمبر 5، سكيلز اند كواليفيكيشنز، المهارات، اوكي، والكواليفيكيشنز، المؤهلات. write about qualification from either work experience or education which are related to the role. بتتكلم عن مؤهلاتك،
اوكي، مثلا المؤهلات تبعي غير غير التعليم، اللي هي صفاتك ومميزاتك. مثلا I'm active person، انا شخص نشيط. I can use computer، استطيع ان استخدم الكمبيوتر. I am a cooperative person، انا شخص متعاون. تتكلم عن مميزاتك او مؤهلاتك، وبنفس الوقت بتتكلم عن السكيلز، المهارات. I can speak English and Arabic language. I can use as I said computer. I can use internet. حاجات مؤهلات أو مهارات أنا أقدر موجودة في بي أنا. أوكي، آخر شيء أو قبل الأخير before the last thing، من ال interest and the hobbies. ال interest اهتماماتك، وال hobbies هواياتك، إيش تحب تعمل. though not necessary، مش شرط إنك تكتب هذه الفقرة، but if you are a fresher and you have less to mention about experience، إذا عندك طازة، إذا عندك متخرج من الجامعة وما فيش معك خبرات كثيرة إنك تكتبها في السي في، فبالحالة هذه بتضيف هذه الخانة عشان يكون السي في تبعك مليان، عشان يكون السي في تبعك ملفت للنظر. أوكي، references اللي هي الإفادة. في حال إنك قدمت على جوب، في بعض الشركات تطلب منك إفادة، إن أنت من المكان اللي درست فيه أو المكان اللي كنت تشتغل فيه مسبقا، يكتبوا الإفادة إن أنت كنت تشتغل عندهم، ومثلا إن أنت شخص متعاون، إن أنت شخص جدير أو جدير بالثقة، وإن أنت تستاهل إنك تاخذ هذه الوظيفة. أوكي، so it's suggested not to include the name or contact of references on CV. مش كل السي في يطلبوا منك references. Always ask permission from the referee before passing on the details to an employer. يعني قبل ما تكتب اسم الشركة اللي انت بتعملها كإفادة لك في حالات انهم رغبوا يتواصلوا معهم، او مثلا حتى لو اسم معلم لك او اسم دكتور درسك، لازم تبلغ الدكتور او تبلغ المعلم او حتى الشركة، تبلغهم انه انا حطيت اسمكم في حال انهم طلبوا الإفادة معك معهم عشان يسألوا عليك. عشان ليش تبلغهم؟ عشان يكون معهم I'm sorry، يكون معهم خبر انه ان انت حاططهم في قائمة الإفادة. to check their emails، يكون يتفقدوا الإيميل اذا هم بيراسلهم بالإيميل، يتفقدوا تليفون او الرسائل. اوكي، فلازم تبلغ الشخص اللي انت بتعمله في قائمة الإفادة او الشركة على في حال تم التواصل معهم. So that is the steps of writing a CV. Okay, now the following advice should be noted. في بعض الملاحظات أو النصائح لازم تحطها في بالك في حال إنك قررت تكتب CV. Use good quality paper. لازم الورقة اللي بتستخدم عشان تطبع CV عليها لازم تكون خامة الورقة حلوة، مش تروح تاخذ أي ورقة أيا كانت، تكون ورقة وسخانة، تكون ورقة any kind of paper. No. لازم تكون good quality، خامتها حلوة. Number two, be clear and concise. لازم تكون اللغة اللي استخدمتها واضحة، okay، ومرتبة كمان. Number three, highlight headlines so that you stand out. في حال انت كتبت CV، العناوين لازم تكون highlighted، لازم تكون لونها أوضح من بقية الكلام، or make it bold، خليها غامقة على حسب تلفت الانتباه للقارئ. Number four, check your spelling and grammar. لازم تتأكد من الإملاء، من الجرامر في حال إنك كتبت CV، سواء كان باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. Be neat and precise. لازم يكون مرتب، أوكي، CV بشكل عام يكون بطريقة مرتبة. Use a confident tone and positive language. حاول إن تكون اللغة اللي أنت كاتب فيها CV تبين إن أنت واثق من نفسك، بحيث إنه القارئ when he's going to read it to give a good impression about you. في حال إنه أجا يقرأ CV تبعك يأخذ good impression عليك، انطباع جيد. فthis the advice or the note just for you. هذه النصائح فقط لك، إنه إن شاء الله بإذن الله in the future when you are going to write a CV يكون CV حقك perfect. Here we have some samples. I have chosen 3 samples for you.
أخذت لكم 3 نماذج من السيفيز تطبيقا لكل الكلام اللي قلناه عشان إن شاء الله بإذن الله in the future it's gonna be easy for you, يكون سهل عليكم إنكم تكتبوا السيفي. Here if it's not clear, إذا كان هنا الصورة مش واضحة برفق لكم الصور لوحدة في حال إنكم تجوا تطلعوا عليها. So here the first sample. طبعا مش شرط إنه هذا الفورمات هذه الصيغة من الصيغات المشهورة جدا, ولكن في أيضا إذا بحثتوا أنتم على النت عن فورمات of CV بتلاقوا أشكال كثيرة من CVs, بس أنا اخترت لكم الأكثر شهرة وكمان الموست مودرن اللي هو أكثر حداثة. في هذا الشكل الأول هي ما يعمل صورة الشخص. طبعا مش شرط CV يكون يحتوي على الصورة, وإنما إذا كان CV حديث بتحطوا صورتكم. Here I have the names. Here معنا البروفايل. في هذه الخانة أنا بكتب إيش؟ الـ personal information. بكتب اسمي, الـ full name, بكتب my address عنواني, بكتب الـ telephone number, فبكتبها بهذه الخانة. Okay؟ contact me في حال إنهم يشوا يتواصلوا معي, فبكتب here my phone number, بكتب تليفون, بكتب الإيميل تبعي عشان في حال إذا تواصلوا معي تكون المعلومات موجودة أمامهم. هنا next part لقينا education التعليم, وزي ما اتفقنا إنه بالتعليم لازم تكون السنين مرتبة سواء من الأقدم إلى الأحدث أو العكس. هنا كان مكتوب سنة 2000 وبعد كده 2005, أي مرتبة من الأقدم إلى الأحدث. فبهذه الخانة أنا بكتب كل الشهادة التي حصلت عليها سواء كان شهادة الثانوية وبعد كده البكالوريوس, في حال إذا معي ماستر, إذا معي دبلوماز, أي شهادة حصلت عليها بكتبها هنا. بس again and again لازم تكون مرتبة. Here معايا بعد كده الاكسبيرينس, الخبرات تبعي فين قد اشتغلت, وأيضا again and again هنا يا حبذا it's a desirable إنه يكون أيضا مرتب. يعني سنة 2010 اشتغلت في شركة اسمها بلا 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 اسمها إيش كان, وأيضا عنوانها. وفي سنة 2012 اشتغلت في شركة ثانية واسمها وعنوانها. لازم تكون كل الانفورميشن موجودة في CV. أوكي؟ هي ما كتبش السكيلز ولا كتب المهارات ولا أي شيء. وهنا في الأخير السوشيال, أسماء حساباتي في برامج التواصل الاجتماعي سواء كان تويتر, فيسبوك, إنستغرام. طبعا هذا عشان السي في حديث موجود هذه الخانة. So هذا كان السامبل الأول. السامبل نمبر 2 which I like it very much, اللي عجبني جدا من حيث الترتيب والتنسيق. So here we have sample number 2. So this is sample number 2 as I said, which is a very very modern one. طبعا هذا حديث جدا عشان كده انا اخترت لكم just to be a sample عشان يكون عندكم محفوظ. Here we have the picture. As I said, it's not essential, it's not important to put your picture. بس في حال انه الصورة موجودة يحبذ انكم تحطوها. Here the first part, personal information, كانت المعلومات الشخصية. اتكلمت على النيم الاسم والبيرثدي تاريخ الميلاد والريليشنشيب اللي هل انت متزوج engaged اعزب على حسب الحالة الاجتماعية. بعد كذا الناشوناليتي اللي هي الجنسية, you are Yemeni, you are American, you are Saudi, you are Omani, it depends. And the last one, the language that you speak, ايش اللغات اللي تتكلمها. Okay. في بعضهم كمان يطلبوا منك الاي دي نمبر, رقم البطاقة الشخصية. ف you can add this part here. Number 2 كان مكتوب الكونتاكت, في حالة التواصل معي كيف بقى يتواصلوا معي, فكاتب الموبايل نمبر, رقم الموبايل, بعد كده الهوم نمبر, رقم التليفون الأرضي, ومع الإيميل. أوكي, ومع السكايبي, وأولسو الأدرس العنوان, عنوان المنزل. ففي حال إنك تشتري تكتب حسابك الفيسبوك أو الإنستغرام ينفع تضيفه هنا أو ينفع تضيفه بعدين في مكان لوحده. After that we have references اللي زي ما قلنا معناها الإفادة. فكاتب هنا إنه الإفادة متاحة إذا طلبتوها, أقدر أجيبها يعني إنه موجودة أو يمكن مرفقة مع الشهادة. Okay. After that we have links, الروابط. رابط إيش؟ حسابك على الفيسبوك, على الإنستغرام, إذا معك قناة على اليوتيوب, أي روابط معك اللي بالسوشيال في البرامج السوشيال الاجتماعية. أوكي, فهذا كان البارت الأول
اللي هي personal information, references, وكمان معك اللينكس وcontacts me, okay, حالات التواصل. في هنا معي البروفايل. هذه في حال إنك كتبت هذه الأشياء ما فيش داعي تضيف البروفايل. البروفايل هي المعلومات الشخصية تبعك خلاص. طبعا هي اللغة المستخدمة مش اللغة الإنجليزية, في حال إنكم قربتوا الصورة وحاولتوا إنكم تقرأوها it's not English but الهيدلاينز هي كانت الإنجليش. العناوين الأساسية الإنجليش, وهذا المهم إنك تعرف الهيدلاين الإنجليش وتعبيها على حسب معلوماتك الشخصية أنت. Number two كان معي الورك اللي هو الإكسبيرينس العمل, ولقينا هنا مرتبة من سنة 2014-2012-2008, أي أنني رتبتها من الأحدث إلى الأجدد. فهنا كتب 2014 أوكي الوظيفة اللي شغله, إيش كان ماسك من وظيفة, واسم الشركة أو اسم المكان العمل, وأيضا العنوان تبع هذه الشركة. هير معي الإدوكيشن, بعد ما تكلمت عن خبراتي في العمل مع الإدوكيشن التعليم تبعي, إيش الشهادة اللي معي. نفس الشيء هير كان 2003 وبعد كده سنة 2000 من حيث الأحدث إلى الأقدم أوكي. وهير السوفتوير البرامج اللي موجودة على الكمبيوتر وأقدر أستخدمه, سواء كان إنترنت, فوتوشوب, إكسل, وورد, ينفع أضيفه هنا. وآخر شيء هير الهوبيز, الهوبيز اللي تكلمت عليها الهوايات. هنا he got a very amazing idea, عجبتني الفكرة جدا, إنه كاتب الهوبي على طريقة صورة. مثلا هنا لعبة الفوتبول عامل صورة الكرة, هنا مثلا الكتابة يعجبه الكتاب الرايتينج وعمل صورة كتابة, الموفيز الأفلام عمل صورة إنه على الأفلام. Okay, so this is one of the most modern CV as I told you, the modernest one, which I like it so much actually. يعني إن شاء الله بنا in the future when you are going to write a CV ينفع تطبقوا هذا الشيء. Okay, the last sample اللي موجود عندكم في الكتاب, it's a very nice one, it's a very easy and also it's a very neat, مرتبة جدا. Here عاملة على شكل جدول مع الصورة, ومع here personal information, name, address, كل المعلومات الشخصية, الايميل, رقم التليفون and everything. Here work experience, خبرات العمل, نفس الشيء. هنا كاتبة الديتس التاريخ وكاتبة اسم المكان العمل. فأنت بالطريقة اللي تشتريها أهم شيء إنه تحتوي على السنة, اسم الشركة أو اسم مكان العمل والعنوان. هنا معنا الإدوكيشن, مكان التعليم وسنة التعليم وش الشهادة اللي حصلت عليها. هنا البيرسونال سكيلز, المهارات الشخصية, إيش المهارات اللي أنت متوفرة فيك. فهنا كاتبة كل المهارات. وآخر شيء additional information, معلومات إضافية. طبعا المعلومات الإضافية كاتبة عن تكلمت عن نفسها إن هي clean driving, معها ال driving license اللي هي رخصة القيادة. whatever you want to add, أي معلومات إضافية حابين تضيفوها. So that was all about CV. أتمنى إن الدرس واضح بالنسبة لكم, it's clear. And in case you want to try to write a CV and to show me, I'll be there anytime. في حال انكم حبيتوا انكم تطبقوا وتكتبوا CV حقكم, I know it's still early, انه عادوا بدري, بس انه just to try, ممكن تعرضوا عليا وانا بكون موجودة في اي وقت وتقدروا تتواصلوا معي to show me. So thank you so much for the attention and for hearing me for all classes. Wish you all the best. Thank you so much.